استغربت واحد الحاجه اللي هي الانسان كيموت وعاد ولادو سبحان الله كيزيدو يصرفوا عليه واحد الخساره كبيره. لا اله الا الله. جا ما شاريه وفرنجا. ايوه 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 لا 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 محمق على هذا الشيء محمق وحلى عرباج وحلى عرباج زيد. السلام عليكم متابعين ديالنا، كيف نتوما؟ مزيانين بخير؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. المهم هذا الفيديو مغاير صراحه، المهم واحد الخبر هبط علينا بحال الصاعقه. الحمد لله انا لله وانا اليه راجعون. قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله قدرتوا يا جماعه الوالده ديالي غادي نشبروا الطريق. خليها مريم، خليها براسو. المهم الاخوان كان نعزي العائله درجه ضغطي كاملين، ومهم وضبا جات لنا نبه. المهم رضعه مضبا ماتت، اللي هي العجوزه اختي حنان حتى هي. المهم كنقول لهم الله يعظم الاجر، انا لله وانا اليه راجعون. الله يدخل عليها الرحمه والمغفره يا ربي. كانت واحد المره اللي هي طيبه، المره درويشه ما شاء الله ما شاء الله، من الناس بحال هذيك كانوا صم كيتفقدوا الناس البركه والنيه والصفاء والقلب الطيب. سبحان الله، الله يدخل عليها الرحمه. هذا شو سبحان الله، الانسان اللي كيخلي شي حاجه كيترحم عليها. انا تعزينا الحاره لجميع العائله والاهل والاحباب والوليدات ديالها والحفايد ديالها. هادشي اللي كاين. لا هذه غير واحد الرساله. الولد ديالها كيكون مسكين في اوروبا، كان باقي له سيمانه عاد مقطع الوراق باش غادي هو اللي يشوف الام ديالها في السماء. الله يرحمها في رحمه الله ان شاء الله يا سيدي ربي. توفات جاب الله العمر. الضريبه ديال الغربه هي هذه، هي هذه الغربه. كنوجه لكم واحد التحيه كبيره، والله يصبركم اللي كتسمعوا الخبر بحال هيدا. ضريبه ديال الغربه هي هذه الاخوان، الله يكون معكم، الله يصبركم اللي كتسمعوا الخبرات. امين امين. ماشي سهله والله الا ماشي صراحه، راه صعيبه. كنشوفوا حنا دابا منا الله يحسن العام، مسكين سمح في الخدمه والتجريب هذه الله يحسن العام. ودابا حنايا جمعنا ماليطا باش غادي نمشيو نتلاقاو لهم من المطر ان شاء الله يا ربي. وغادي نمشيو للحسيمة ان شاء الله يا سيدي. ماشي الحسيمة بالضبط، بني قميل. بني قميل ناس مكسولين. هادشي اللي كاين. الله يتوفانا المسلمين الاخوان. امين. مع الدعوات الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم جميع المسلمين ان شاء الله يا سيدي ربي. هذا بك يلا. المهم جمعنا الحويجه ديالنا، اش غادي نقول لكم؟ خبر الحمد لله الحمد لله. الحمد لله هادشي ما كان. عبد الرحمن دابا غنشبروا الطريق. عبد الرحمن غادي يبقى هنايا، ما عندي شي معايا، غنخلي مع اختي لمياء حيت هي ما مشاتي. ماما وبا شبروا الطريق مشاو، وحنا غنتعطلوا على حساب هما غادي يوصلوا تن 9 الليل ان شاء الله. ياك تسعود الليل عاد كان برشلونه لهنا غادي تكون معطله شي شويه، هذيك اللي جبروا يعني حتى تسعود الليل عاد غادي يكونوا لهنا. هذا ما نعملوا ليه حتى الله واحد، هذا الشيء اللي كاين. المهم خليكم معنا يلا، والله يرحم جميع الموتى ديالنا. امين ويوسع عليهم يا سيدي ربي. امين يا ربي يرحم جميع الموتى ديالنا. عبد الرحمن من اوبا قلهم باي باي. لا شوف انا عمل اوبا، عمل اوبا با. زيد واحده اخرى با. قول لهم ديالي، قول لهم ديالي هيدا، قول لهم ديالي هيدا. صافي خلي العايل. يلا السلام عليكم الاخوان. سلام Thank you.
وأنت محمد ورب العلا المحمود سمك أحمد لا إله إلا الله اخوان والله الا ترقيس عجبتني تحياتي لكم. المهم غير باش تعرفوا جينا نستغفروا تبارك الله الخيرات سيدي ربي. اش غادي نقول لكم الانسان استغربت واحد الحاجه اللي هي الانسان كيموت وعاد ولادو سبحان الله كيزيدوا يصرفوا عليه. والله الا كيزيدوا يصرفوا عليه اش غادي نقول لكم واحد الخساره كبيره اللي عنده ماشي خساره في الوالدين ديالو ما هي غير صدقه مقبوله الله يتقبل. لا تنوريكم شنو تسخرنا. المهم انا شريت شريحه دابا عاد وشريحه هي الكرموس الكرموس واللوز ودابا غادي نوريكم شنو كاين حتى نوصل عند فاطمه الزهراء وتشارك معكم كل شيء هادشي اللي تاخرنا من هنايا نوريوها لكم ان شاء الله يا سيدي ربي. بسم الله واخا نزلنا شوف هذا تحط فيها بشوية بشوية كيلو بشوية بشوية كيلو هادي ترقيس البومبا في الوسط الطريق حاول تعاد باركيها تعمل المازوت حاول تعاد باركيها تعمل المازوت اخوان تبارك الله عليكم كلشي بخير احوال طيبه نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم كنوجه لكم واحد التحيه من ترقيس ناس ترقيس تبارك الله عليكم وناس الريف كاملين ناس الجاليه تبارك الله عليكم. المهم كيف ما شفتوا عندنا الجنازه جينا لترقيس بحكم كيف بواحد شويه من الدوار اللي كاينين حنايا فيه جينا لهنايا لترقيس غادي نتسافروا. ترقيس تبدلت عليا تبارك الله والله العظيم الا رجعت شي حاجه سمعوا ترقيس يجي منكم الله الفيلاج وصفعات المدينة صح. الله إلا رجعت مدينة تبارك الله. شكون كيسكن في هاد الحومة الناس ترقيس اللي متبعيننا حدا التجاري وحدا بي ام سي او تبارك الله. الحق الحاجه الوحيده اللي بقيت صاغره فيها هي هذه شوف بومبا في الوسط الطريق شوف شوف بومبا في الوسط الطريق كيزيد له الريح الطوموبيلات دايزين ما فهمتش فيها والو هذه شوف ما فهمت فيها والو. لا هي كاينه وحده في حسيمه فحال هيدا في حسيمه كاينه عاوتاني وحده فحال هذه سبحان الله